حياتي على يدي. يقول شاب: لم أكن قد بلغت 30 حين أنجبت زوجتي أول أبنائي. ما زلت أذكر تلك الليلة، كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشاليهات، كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة كما يقولون. أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا، كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد، بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسهر منه. أجل، كنت أسهر من هذا وذاك، لم يسلم أحد مني حتى شلتي. صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاذعة. تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السوق، والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر. تعثر فانطلقت ضحكتي التي دورت في السوق. عدت إلى بيتي متأخرا، وجدت زوجتي في انتظاري، كانت في حالة يرثى لها. أين كنت يا راشد؟ قلت: في المريخ ساخرا عند أصحابي بالطبع. كانت في حالة يرثى لها. قالت: العبرة تخنيقها راشد، أنا تعبة جدا. الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا. سقطت دمعة صامتة على جبينها. أحسست أني أهملت زوجتي، كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي، خاصة أنها في شهرها التاسع. قاست زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى طفلي النور. لم أكن في المستشفى ساعتها، تركت رقم هاتف المنزل وخرجت. اتصلوا بي حتى تعلموني الخبر. فتعالوا، اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم. حين وصلت المستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة. أي طبيبة؟ المهم الآن أن أرى ابني سالم، لا بد من مراجعة الطبيبة. قالوا لي. أجابتني موظفة الاستقبال بحزم. صدمت حين عرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاق في بصره. تذكرت المتسول، قلت: سبحان الله، كما تدين تدان. لم تحزن زوجتي، كانت مؤمنة بقضاء الله راضية. طالما نصحتني، طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين. كلا، هي لا تسميه تقليدا بل غيبة، ومعها كل الحق. لم أكن أهتم بسالم كثيرا، اعتبرته غير موجود في المنزل. حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه. لحظة، لا تظن أني أكرهه، أنا لا أكرهه، لكني لم أستطع أن أحبه. أقامت زوجتي احتفالا حين خطى خطواته الأولى، وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرج. كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم، حتى بعد أن أجبت عمرا وخالدا. مرت السنوات وكنت لاهن غافل، غرتني الدنيا وما فيها، كنت كاللعبة في يد رفقة السوق، مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم. لم تيأس زوجتي من إصلاحي، كانت دائما تدعو لي بالهداية. لم تغضب من تصرفاتي الطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته. كبر سالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقين. لم أكن أحس بمرور السنوات. أيامي سواء، ليلي ونهار عمل ونوم، طعام وسهر. حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة، استيقظت الساعة 11 ظهرا. ما يزال الوقت مبكرا أقول، لكن لا يهم. أخذت دشا سريعا، لبست وتعطرت وهممت بالخروج. استوقفني منظره، منظر سالم. كان يبكي بحرقة. إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا. أخرج أم أرى مما يشكو سالم؟ قلت: لا، كيف أتركه وهو في هذه الحالة؟ أهو الفضول أم الشفقة؟ لا يهم. سألته: لماذا تبكي يا سالم؟ حين سمع صوتي توقف، بدأ يتحسس ما حوله. ما به يا ترى؟ اكتشف أن ابني يهرب مني. الآن أحسست به. أين كنت منذ 10 سنوات؟ تبعته. كان قد دخل غرفته، رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه، وتحت إصراري عرفت السبب. تأخر عليه شقيقه عمر
الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد. اليوم الجمعة، خاف سالم ألا يجد مكانا في الصف الأول. نادى والدته لكن لا مجيب حينها. حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكمل. حينها بكيت يا سالم، لا أعلم ما الذي دفعني لأقول له: سالم لا تحزن، هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد؟ أجاب سالم: أكيد عمر، ليتني أعلم إلى أين ذهب. قلت: لا يا سالم، أنا من سيرافقك. استغرب سالم، لم يصدق، ظن أني أسخر منه. عاد إلى بكائه، مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده. أردت أن أوصله بالسيارة، رفض قائلا: أبي المسجد قريب، أريد أن أخطو إلى المسجد فإني أحتسب كل خطوة أخطوها. يقول: لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد، ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجدة. هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم، الندم على ما فرطت طوال السنوات الماضية، مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين، إلا أني وجدت لسالم مكانا في الصف الأول. استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبه. بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا. استغربت كيف سيقرأ وهو أعمى، هذا ما تردد في نفسي ولم أصرح به خوفا من جرح مشاعره. طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف. نفذت ما طلب، وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة السورة. يا الله، إنه يحفظ سورة الكهف كاملة وعن ظهر غيب. خجلت من نفسي، أمسكت مصحفا، أحسست برعشة في أوصاني. قرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني. هذه المرة أنا الذي بكى، بكيت حزنا وندما على ما فرط، ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني دموعي. لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري. عدنا إلى المنزل. كانت زوجتي قلقة كثيرا على سالم، لكن قلقها تحول إلى دموع فرح حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم. منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد. هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى رفقة خيرة عرفتها في المسجد. ذقت طعم الإيمان، عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا. لم أفوت حلقة الذكر أو قيام، ختمت القرآن عدة مرات في الشهر، وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات. طلطبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من الناس. أحسست أني أكثر قربا من أسرتي. اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي. الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني سالم. من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها. حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه. ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية. ترددت في الذهاب، استخرت الله واستشرت زوجتي. توقعت أن ترفض لكن حدث العكس، فرحت كثيرا بل شجعتني. حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بذراعيه الصغيرين فرحا، ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي. بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب، والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور. تغيبت عن البيت 3 أشهر. كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي، أحدث أبنائي. لقد اشتقت لهم كثيرا، لكني اشتقت أكثر لسالم. تمنيت سماع صوته، هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر، إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم. كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله. كانت تضحك حين تسمعني أقول هذا الكلام، إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة. تغير صوتها وقالت لي: إن شاء الله. أخيرا عدت إلى المنزل، طرقت الباب، تمنيت أن يفتح سالم لي الباب، لكن فوجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز 4 من عمره. حملته بين ذراعي وهو يصيح: بابا بابا. انقبض صدري حين دخلت البيت. استعذت بالله من الشيطان الرجيم.
سعدت زوجتي بقدومي، لكن هناك شيء قد تغير فيها. تأملتها جيدا، إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها. سألتها ما بك؟ قالت لا شيء، هكذا ردت. فجأة تذكرت من نسيته للحظات، قلت لها أين سالم؟ خفضت رأسها ولم تجب. لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة. قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة. قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة. لم تتمالك زوجتي الموقف، أجهشت بالبكاء وخرجت من الغرفة. عرفت بعدها أن سالم أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين. أخذته زوجتي إلى المستشفى، لازمته يومين، وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روحه الجسد. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني. كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج. لم يكن أعمى، لم يكن أعمى، أنا من كنت أعمى حين انسقت وراء رفقة السوء. ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء. لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة. سالم الذي امتنعت يوما عن حبه اكتشفت أني أحبه أكثر من إخوانه. بكيت كثيرا وما زلت حزينا. كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ اللهم تقبل سالم في رحمتك. اللهم إنا نسألك الثبات